أبدأ معك يا جاكلين، أبرز الفعاليات لديك اليوم؟ حر، أنا برحب بيكي، برحب بلؤي وبرحب بكل السادة المشاهدين. أنا هتكلم الأول عن الأجواء والجو الرائع في مدينة العلمين الجديدة مع الفعاليات المختلفة اللي بتقدمها مدينة العلمين من فعاليات فنية وثقافية ورياضية، واللي بدأت طبعا عارفين من يوم 13 من يوليو مستمرة معانا حتى 26 من أغسطس. بنتكلم طبعا أن بنهاية كل أسبوع بيكون في الفعاليات أكتر من الأول والإقبال أكبر من الأول بكتير، يعني بنتكلم عن فعاليات متعددة منذ الأمس الخميس والنهاردة الجمعة والسبت. بنتكلم النهاردة تحديدا حور عن مسرح الشارع، والنهاردة تاني فعاليات لمسرح الشارع، وبيقدم النهاردة مفاجأة مهمة جدا وهو الفنان علي الهلباوي. وأمس كانت أولى الفعاليات بوجود فرقة من جامعة عين شمس، فرقة هارموني عربي، والفرقة يعني نالت إعجاب كل الزوار على كورنيش وممشى العلمين الجديدة، لأن المسرح الشارع بيعتمد على التفاعل ووصوله إلى الجمهور بشكل مجانا. النهاردة معنا الفنان والمطرب والمنشد علي الهلباوي، معنا ينضم مباشرة على شاشة إكسترا نيوز. بنتكلم مع حضرتك، كل سنة وحضرتك بألف خير، شكرا لوجود مثل هكذا فكرة وحضرتك بتدعمها من خلال تواجدك على مسرح الشارع. كلمنا النهاردة بمشاركتك وهتقدم إيه النهاردة للجمهور؟ أولا أهلا بيكي وأهلا بكل مشاهدين إكسترا نيوز، وأهلا بكل اللي في الاستوديو والضيوف. أولا أنا فرحان جدا، وكلمة مسرح الشارع دي أنا بحبها أكتر لأنها بتقرب شوية الفنان من الناس. أنا لما دعوني أن أنا أجي أعمل حفلة هنا ما ترددتش جدا، مع أني عندي مسرحية سلامة حجازي في المهرجان، بس مأجلين الافتتاح عشان أعمل الحفلة دي. مش عايز أقولك، أولا أنا مبهور، أنا أول مرة أجي العلمين من بعد ما اتبنى فيها كل الحاجات اللي موجودة دي بجد. يعني أنا من أول ما جيت بالعربية فشفت حاجات، يعني الله يبارك له والله يبارك للناس والمشاريع، الناس اللي شغالة في المشاريع هنا، لأنها هتشغل ناس كتير. فأنا النهاردة جاي بحتفل بعيدين، يعني العيد الأولاني إن شايف إن العلمين بقت مدينة العلمين بعد ما كانت صحراء، وبعد ما كان فيه زي ما بيقولوا ألغام والآخر، كل ده خلص. لكن مبروك علينا العلمين الجديدة، ده رقم واحد. رقم اتنين، مبروك علينا المهرجانات اللي بتحصل دي، إن كل الناس تيجي تتفرج على فن، وإن هم يدعوني وإن أكون عارفين أنا بقدم فن محترم والحمد لله رب العالمين. فإن أنا أكون موجود ده بالنسبة لي جايزة ليا طول السنين دي كلها في الشغل ده كله، إن أنا أكون موجود في فعاليات زي دي. أنا عايز أقول في النهاردة عاشوراء، كل سنة طيبين. عايز أقول كل سنة طيبين، كل جمهور مصر طيب وبخير. كل سنة وحضرتك بألف خير. كلنا فرحانين الحقيقة بهذه الحالة اللي خلقها وخلقتها مدينة العلمين الجديدة بالفعاليات المتنوعة والمختلفة واللي تناسب كل الأذواق والطبقات، وده اللي هسأل حضرتك عليه، الطبقات والأذواق المختلفة، كيف ترضي هذه الأذواق وهذه يعني الجنسيات المتعددة والمختلف المحافظات متواجدة هنا في مدينة العلمين، كيف ترضيها بالفن بتاع حضرتك؟ والله حضرتك أنا الحمد لله حفلاتي كلها كوليكشن، يعني إذا كنت بنشد في الأول وبعد كده بغني أغاني عادية وبعدين بغني أغاني مونولوجات وضحك وهزار، فكوليكشن. فكل من هو جاي محتاج حاجة هيلاقيها، يعني طفل صغير هيلاقي مونولوجات وهيلاقي حاجات يسقف عليها، شاب لسه في مقتبل عمره في بيحب وبتاع هيلاقي مرسال لحبيبتي وهيلاقي كل المليحة في الخمارة الأسودي، وهيلاقي وبعدين في ناس كبيرة في السن هتلاقي ابعت لي جواب وأغاني قديمة. فالحمد لله البرنامج بتاعي يرضي، الحمد لله فضل الله عليا بيرضي كل الأذواق، فربنا يسهل ويستر ويقدرني على الجمهور إن شاء الله بإذن الله. احنا بنتكلم بقى عن تجهيزات مسرح الشارع، هل مختلف؟ يعني حضرتك بتقدم في ساقية الصواب، بتقدم في الأوبرا، هل كل مكان مختص بيه؟ إيه اللي بيختلف مسرح الشارع في الوصول للجمهور بشكل عن طريق الصدفة، يعني الجمهور هو اللي بيختار إن هو يقعد ويقف إن هو يسمع الفنان، إيه اللي بيختلف على المسرح؟ هل في تجهيزات خاصة معينة؟ لا، هو التجهيزات الخاصة بتبقى، هقول لك على حاجة، فكر الفنان نفسه اللي واقف على المسرح. يعني أنا لازم يبقى عندي رؤية، أي فنان لازم يبقى عنده رؤية. أنا شايف الجمهور دلوقتي عايز إيه؟
لازم يبقى عندي احساس بيهم. عايز يعيط هغني له اغنيه نكد، هي كده. عايز ينبسط ويسقف هغني له اغنيه فرحي. عايز يدعي ربنا شويه وينشد يعني انا لازم يبقى عندي رؤيه. شايف ان الناس نايمه هصحيهم، شايف ان الناس صاحيه قوي هبتدي ان انا اهدي شويه. فلازم اي فنان، دي معلومه اصلا لكل فنانيننا، اني انا وانا واقف على المسرح ما بقاش حاطط برنامج. احيانا بيطلبوا مني في الاوبرا اكتب البرنامج، حاضر اكتب لهم البرنامج، لكن هنا الجمهور هو اللي يعني بيتحكم في الفنان. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا على شاشه اكسترا نيوز، كل التوفيق ان شاء الله، حلقه وحفله ان شاء الله موفقه النهارده ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا شكرا لك. اذا حور يعني ما زالت الفعاليات مستمره معنا على كورنيش مدينه العلمين تحديدا. احنا بنتكلم عن ايضا هناك فرق شعبيه وتراثيه على مدار اليوم، بتبدا ايضا التنوره التراثيه المصريه المعروفه اللي بتعرف يعني هي واحدة من التراث المصري المعروف، في فن شعبي وتراثي متواجد هنا في مدينة العلمين، بالإضافة طبعا الحفلة الكبرى اللي طبعا بيحييها الفنانين اللبنانيين النهاردة راغب علامة ونانسة عجرم، واللي هتكون في تمام 8 مساء إقبال كبير من الزوار على مختلف الفعاليات. والحقيقة يعني حالة من الانسجام والسعادة وإرضاء كافة الأذواق كما ذكرنا. إليك حور. أنا بشكرك شكرا جزيلا الزميلة جاكلين ماهر مفادة إكسترا نيوز.